لكن يعني مفهوم المواطنة عند الألمان وعند العرب يعني، أو الكلمة مواطنة حتى بالألماني زي نعم ما حضرتكم نعم تفضلتوا قلتوها. صحيح، نحن أسسنا مؤسسة في ألمانيا. لازم نعرف الفرق الأول. أيوة. يعني فضلت الشيخ يعني الأول مولانا اتكلم على الفرق والحديث الجانبي اللي دار ما بينكم، لكن ما قلتوش المصطلح الفرق ما بين هنا وهنا. أسسنا مؤسسة اسميناها مواطنة وتركناها هكذا مواطنة مكتوبة بالحروف العجمية، لأننا عندما ترجمنا كلمة مواطنة إلى كلمة بيرجرشافت فوجدنا على أن هذه الكلمة بيرجرشافت لا تحمل يعني في مغزاها هذه القوة وهذه الجمالية التي تحملها كلمة مواطنة، فأصبحت الآن كلمة مواطنة يعني تترجم إلى الألمانية. هناك بعض الكلمات العربية وحتى من التراث الإسلامي التي دخلت في قاموس اللغوي الألماني، مثل إن شاء الله أصبحت كلمة يعني يقولها الجميع. صحيح. مثل كلمة الإفطار، إفطار في رمضان، لأننا ندعو جميعا ندعو جيراننا للإفطار، فأصبحت يقال يعني رئيسة الجمهورية تقول أنا اليوم مدعو لإفطار في مسجد كذا وكذا. وكلمة مواطنة ستدخل القاموس لأن ترجمتها إلى اللغة الألمانية لا تكفي ولا تعطي المعنى الذي نريده.